هي حكاية اثنين لحمات مبروكة والكنة مجدولين ورشودة ذايع بيناتهم مش عارف يمشي يسار وقال يمين اسقلت أنا وحماتي يا راشد قوم يا راشد قوم أمي أذنى هذيك أذن العصر تقوم عندك نص ساعة كاملة راقد قوم قوم حاجتي بيك في حاجة أكيدة يمي مبروك علاش قيمتو هكا ما صدقت الرب ارتحت منه شوي ارتاح شوية تعليش هكا يمي تعليش تي بربي تيراني تعب ما صدقت الرب في ساعات من الخدمة باش نروح نرقد وعليك يا رشودة ما يزيش ريقد في رمضان مضيع لجر وكمل تكركر في خدمتك ما تعرفش اللي العمل زيدة عبادة شو هك الشيخة اللي قاعدة تتكلم وهي عاملة تروح تقطيع وتريش في التليفون مع بنتها من الفجاري كهو وليدي من اللي عرست وانتي تعلمت كان البخل وتكركير يلا ندرع ليش صار هو كي كان معاك في الدار كان أبخل من هكا هيا لله هيا هاني قمتي كشنية الحاجة هذية اللي ما تصبرش المقيمتني على خطرها اي حبيت نقولك شكون اللي تحب تاكل ماكلتها الليلة انا ولا مرتك والله اسمع مازال عندي النوم يا عجب يا رشودة تخمم تخمم باش تجاوب على السؤال متاعي جاوب تراه شوف يا ربي يا رشودة كيفاش باش تسلكها تو انت يا ميمتي مش بهيلك التعب ايش تقصد انا وليت عزوزة لا مازلت صغيرة الطنطن وفي العشرين قريب ناخذ لك عروس فاش تحكي قلت له بسم الله أمي مبروكة صغيرة الطنطن نجمو ناخذ لها عروس اي ايش بي عروس ما تعرفش على المكتوب اوه يا يمي تش تحكي ليه يا وليدي قلت لها تحبني نعمل كي أم دالي في مسلسل مكتوب هذاك اللي مازال اي عاد ما تهربش من الجواب ما قلت انيش من يدين شكون تحب تاكل شقان الفطر الليلة يا مي شوف انت راك ضيفة بحذانا ضيفة انا مولات الدار حتى تقول لنا جاكيري ولا ملك تيه يا يعني نقصد ماذا بيك تقعد معزة مكرمة تتاو مجدولين هي للطيب مجدة عجبتك بربي يا رشودة معناها تحب تقول اللي مرتك تطيب خير من تطيبي لا يا والله لا والله لا بربي تيماني قلت لك مرحبوك اش تتعب نتعب ها وشكون قال لك انا اللي باش نتعب يا مجدولين تبعني للكوجينة قص لي الخضرة الكل قشر لي الثوم صب الحليب تره ايوه حط الفارينة باه يعجن بالباهي حرك دي وعلي يووسة قيم شيت اش تعمل سيب لفحات من يديك انا اللي باش نفوح العشاء تعبت روحك يا مي مبروكة يا رب اعطيني بالصبر وسع البال دين على اخر زين طرطة جين اخر ما بينها ماكلة يا مجنين وينك تي وينك تيجا كول توا تفكرتني هاني كليت وشربت حطينا ما قلتليش عاد يا رشودة ولدي اش رايك في تطيب ميمتك هكا يمي هي وتعبت روحك اي هي وتعبتني انا ميلا يا رشودة يا ولدي حتى انا قلت وليدي ما ياكل كان من يديا وانا نقول هالماكلة البنينة ما تكون كانت تطيب لحنينة حتى انا من البنة باش ناكل صوابعي وراها من ناحية باش تاكلهم صوابعك باش تاكل رشودة ورايا للكوجينة تعال شبعك حبة شبعك دلا تعال يا بني الحلا بس لك منطي مجال تعال أنا وحماتي